إلى توجيهات دولة رئيس الوزراء محمد الشاعر السوداني المحترم بضرورة الخروج إلى المستشفيات والمدارس في عمل فريق جني الخدم الهندسي في المثنى. كانت لنا جولات إلى مستشفى الخضر العام وتقييم للأضرار ومستوى الصيانة، وبالفعل تم إعداد الكشوفات والتهيئة بالتنسيق مع مدير العام لصحة المثنى، وتم المصادقة على الكشوفات مباشرة تاريخ 7 آب مباشرة بالعمل الفعلي من قبل لجان تنفيذ مختصة بهذا الأمر، لجان تنفيذ مدنية وميكانيكية وكهربائية، وعلى دفعتين، الدفعة الأولى والوجبة الأولى هي أعمال الميكانيكية والداخل والكهربائية والمدنية، والمرحلة الثانية يؤمن لها أن تعمل الواجهة الخارجية. العمل لا يزال في بداياته، والعمل لا يزال في بداياته، وحجم الصيانة كبير، وإن شاء الله كل أمل بالناس الواقفة على العمل. احنا كادر من دائرة الصحة، كادر الهندسي من دائرة الصحة المثنى، راح نقوم بتأهيل وترميم مستشفى الخضر بتمويل وإشراف من جهد الخدمي والهندسي. هاي اولا. ثانيا، احنا باشرنا، صار لنا اسبوع من يوم 7/8 تقريبا احنا باشرنا، تم تفريغ ردة الرجال الطابق الاول من المستشفى وطوارئ من الطابق الارضي. التأهيل راح يكون يشمل الجدران والأرضية والسقف الثانوي. المبلغ المرصود هو كمرحلة أولى احنا 939، يشمل المدني والكهرباء والمنظومات، ومرحلة ثانية راح تشمل السياج الخارجي والواجهة وصالات العمليات. مدة الإنجاز تراح من 4 إلى 6 أشهر، يعني حسب التسهيل. يعني جينا كشف بالمستشفى، كشفنا السقوف الثانوي، لقينا الكهرباء تقريبا هي أغلبها نظام القديم، نظام السيمينز، نظام يعني شلون نقول ماشيينها على الواقع الحال، فهذا الشيء سبب ضروره بالحريق والسلامه. فاحنا حسب الكشف اللي عندنا، عندنا تبديل بلكات بقدر ممكن، اللي عندنا مراوح، اكو اضافات، عندنا منظومات مضخات حريق، رفع منظومات انذار ورجاحه، الكهرباء كانت قديمه، النظام القديم يعني كسراكت كترتيب، كل النظام قديم. عندنا عاد تأهيل من السراكت الكهربائية وترتيبها، بالإضافة للبلكات التنصيب مالتها. أغلب السقوف مالتها سقوف لاستيك، احنا عندنا تقارير من الدفاع المدني سقوف بلاستيك يسبب حريق، فاحنا عندنا فقرة استبدال سقوف البلاستيك وبالأكوستيك، النظام اللي ضد الحريق. تمام. اي والله الرجال من السماء عليه. الرجال واقف هناك، راح يروح يشرح.